حياكم الله مشاهدينا الكرام مجددا في برنامج من عمان، البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي، تنويع الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد. ماذا عن أهم مخرجاته وأهدافه التي تحققت منذ انطلاقته في 2022؟ ماذا عن فكرة التجمعات الاقتصادية في عدد من المحافظات؟ التفاصيل من خلال وجود المهندس المعتصم بن علي اليعقوبي، وهو المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي تنويع. مساك الله بالخير. الله بخير ونور، سعيد الله جدا وجودك معنا، حياك الله معنا. تشريف الله يا مرحبا فيك. من 2022 إلى الآن مع انطلاقة البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي تنويع، إيش أهم المخرجات التي خرجتم بها إلى الآن ويعني تشعرون بأنكم حققتم على الأقل مستوى الأهداف التي طمحتم إلى تحقيقها؟ نعم، أسعد الله مساءكم بالخير وجميع المشاهدين. أستاذ راشد، دعني في البداية أحدثك عن الأهداف الرئيسية لبرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي تنويع. طيب. الحقيقة هي عملية مساعدة الجهات المختلفة خصوصا في القطاعات الاقتصادية غير النفطية من أجل تحقيق مستهدفات النمو حسب ما وضع لها في رؤية عمان 2040، خصوصا فيما يتعلق بأولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية. طيب. القطاعات الاقتصادية الخمسة التي يركز عليها البرنامج للفترة الحالية هي قطاع الصناعات التحويلية، قطاع النقل واللوجستيات، قطاع التعدين، قطاع الأمن الغذائي بشقيه الزراعي والسمكي، وكذلك قطاع السياحة. ممتاز. منذ أن بدأ البرنامج في عام 2022 حقيقة تم الاستعانة ببيت خبرة عالمي وتم تحليل الوضع الراهن للقطاعات الاقتصادية الخمسة التي سبق وأن ذكرتها. طيب. قمنا كذلك بإجراء بعض المقارنات المعيارية الدولية، الأمر الذي سمح لنا بالاطلاع على تجارب دولية ملهمة ورائدة. استطعنا أيضا معرفة ما هي أبرز الدروس المستفادة من أو في هذه القطاعات في هذه الدول، أبرز السياسات المتبعة في هذه القطاعات، كذلك ما هي أبرز المبادرات في هذه وأيضا أسلوب الحوكمة كذلك في هذه الدول. وبالتالي استطاع أيضا تكون فكرة عامة وأيضا دقيقة في نفس الوقت حول هذه القطاعات في هذه الدول المختلفة. ممتاز. قمنا كذلك بتحليل السياسات القائمة في سلطنة عمان في هذه القطاعات، سواء ما يخص القطاعات الاقتصادية بشكلها الكلي أو كل قطاع على حدة. طيب. وتم التركيز كذلك أيضا على جانب المهارات، تم التركيز على جانب البنى الأساسية في هذه القطاعات في مدى توفرها وغيره، وكذلك عملية الوصول للأسواق من حيث هل تستطيع هذه أو مخرجات هذه القطاعات من الوصول للأسواق بحماية مناسبة أم هناك بعض العوائق والتحديات؟ الفكرة لنا المهندس، أنتم اشتغلتم على القطاعات الموجودة في محافظات سلطنة عمان واتجهتم إلى تعظيم عوائدها. بالضبط. السمة الأساسية في برنامج التنويع الاقتصادي هو تعزيز علاقات تشابكية بين هذه القطاعات، ولعل هذه هي كلمة الصرف. على الرغم من المحافظات مختلفة. نعم نعم، نحن حقيقة في البرنامج يعني نطلع على المستوى الوطني ومن ثم يعني ننزل إلى مستوى المحافظات. نؤمن إيمانا عميقا بأن جميع الجهات والوزارات المختلفة وهذه القطاعات تعمل بأقصى ما لديها من أجل تحقيق مستهدفاتها، ولكن تكاد تكون الحلقة المفقودة هنا كيف نستطيع ربط هذه القطاعات من خلال تعظيم العوائد الاقتصادية ومن خلال أيضا خدمة هذه القطاعات لبعضها البعض. على الرغم من أن القطاعات الخمسة تشرف عليها جهات مختلفة. بالتأكيد. بالتأكيد. وهو يعني وهنا يأتي دور البرنامج في تعزيز أو تعميق هذه العلاقات التشابكية. ممتاز. من خلال هذه الرحلة يعني التي سبق أن تطرقت إليها هنا، استطعنا الخروج بتحديدا فيما يخص علاقات تشابكية بمسألة المضاعفات الاقتصادية، في مسألة الروابط الاقتصادية الأمامية والخلفية، بحيث أنه استطعنا معرفة أو رصد ما الذي تستطيع أن تقدمه هذه القطاعات للقطاعات الأخرى، وكذلك ما الذي تأخذه هذه القطاعات من القطاعات الأخرى. طيب، تريدنا نستعرض التجمعات الاقتصادية في المحافظات؟ نعم نعم، جاءت فكرة التجمعات الاقتصادية بحسب ما رصدناه من تحديات وحسب ما رصدنا أيضا من فجوات في القطاعات الاقتصادية المختلفة. طيب. وركزنا على موضوع كيف أستطيع تعزيز العلاقات التشابكية وكيف أستطيع أيضا تعظيم العوائد الاقتصادية. طيب، مفهوم التجمعات الاقتصادية المتكاملة هو مفهوم يعتبر نقلة نوعية في التخطيط التنموي. نعم. تجربة عالمية أردنا تقديم مفهومها للمرة الأولى في سلطنة عمان بشكلها الاقتصادي المتكامل. قد تكون هناك تجارب مختلفة
المناطق الحرة تعتبر تجمعات اقتصادية، ولكن تعميق الجوانب الاقتصادية كلها في منطقة جغرافية واحدة كان هذه هي صفة التجمعات الاقتصادية التي خرجنا بها. نعم. دعني أحدثك قليلا عنها. طيب. التجمع الاقتصادي مقصود بوجود قطاع اقتصادي مركزي تقوم حوله قطاعات اقتصادية في وفق منظومة اقتصادية متكاملة أو باللغة الإنجليزية إيكو سيستم تفيد وتستفيد من بعضها البعض. طيب. وهنا تتعظم الفائدة من خلال اقتصاديات الحجم، من خلال تعزيز القيمة المضافة، من خلال أيضا حتى تقليل الإنفاق الحكومي، من خلال أيضا توجيه البنى الأساسية في منطقة جغرافية محددة، وبالتالي أيضا تعظيم التبادل التجاري وتبادل الأعمال بين هذه القطاعات المختلفة في هذا الحيز الجغرافي، تنمية المحافظات، الميزان التجاري، وأيضا ما يعزز دور كل قطاع من هذه القطاعات في خدمة القطاع الآخر. طيب. ما هي هذه القطاعات الخمسة؟ أو عفوا هذه التجمعات الاقتصادية الخمسة؟ أولا التجمع الاقتصادي في منطقة النجد، القطاع المركزي هنا هو قطاع الأمن الغذائي، تقوم حوله قطاعات كقطاع الصناعات التحويلية التي تستطيع أن تأخذ مخرجات القطاع الأمن الغذائي كمدخلات للصناعات التحويلية، وبالتالي هنا تأتي عملية تعظيم القيمة المضافة. طيب. بدأتم فعليا يعني؟ في الحقيقة هناك كثير من الجهود، إحنا كانت أيضا واحدة من ضمن النقاط المهمة أيضا أستاذ راشد يعني أود هنا أن نذكرها، أنه إحنا حاولنا قدر الإمكان أنه لا نبدأ من الصفر، وإنما حاولنا أيضا البناء على كثير من الجهود التي سبقت ذلك، وحاولنا تعميق مثل ما ذكرت لك سابقا العلاقات التشابكية بين هذه القطاعات. طيب مهندس فضل عشان أفهم. طبعاً. الآن هناك منطقة نجد منطقة زراعية. نعم. ينظر إليها بأنها بوابة سلطنة عمان للأمن الغذائي. نعم. الآن ما دور تنويع في إيجاد فرص للصناعات التحويلية من هذه المنطقة؟ يعني أنتم مسؤولين عن إنشاء مصانع؟ جميل. وجود شركات استثمارية مع مصانع ولا إيش؟ جميل. ما قمنا به في البرنامج هو خلق هذه المنظومة الاقتصادية التي سبق وذكرتها من خلال تحليل سلاسل القيمة. طيب. قمنا بتحليل سلاسل القيمة لقطاع الأمن الغذائي تحديدا. نعم. ومن ثم ما هي القطاعات الأخرى التي ترتبط بهذا القطاع. مزيد. ومن خلال تحليلنا لسلاسل القيمة بداية من المنتج الأولي ومدخلات هذه المنتجات إلى المنتجات النهائية في جميع القطاعات، استطعنا معرفة ما هي الفرص الاستثمارية. نعم. المتاحة، سواء كانت الفرص الكبرى أو حتى فرص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. طيب. يعني لو نظرنا لها من منظور اقتصادي متكامل، تستطيع حتى أن تقيم سياحة مرتبطة بالأمن الغذائي، مرتبطة بالزراعة. طيب. السياحة الزراعية. أنت عرفت الفرص الموجودة، إيش الخطوة اللي بعدها؟ نعم، تم إحالة هذه التجمعات الاقتصادية وما تم عمله من تأطير وتطوير لهذه التجمعات إلى الجهات المختلفة التي ينبغي أن تقوم بتنفيذها، بالتالي هم في الفترة الحالية يقوموا بوضع الخطط التنفيذية، وضع المستهدفات الرئيسية من أجل ضمان نجاح وتحقيق هذا يعني ما عول عليه من قيام هذه التجمعات الاقتصادية. ممتاز. وأبرز التحديات والفرص، وبالتالي هي عملية مستمرة. سيكون دور برنامج التنويع الاقتصادي هنا متابعة. هو التقييم والمتابعة والتأكد أيضا من تحقيق مستهدفات على المستوى الاقتصاد الكلي. الآن ينظر إلى أن البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي التنويع يقوم بأدواره حتى عام 2025، يعني مع نهاية عام 2025 أنتم مسؤولون عن متابعة هل تحقق فعلا تحققت المستهدفات بوجود صناعة تحويلية مرتبطة بالأمن الغذائي في منطقة نجد؟ نعم، كذا الفكرة. نعم هكذا، ولكن قد تطول المدة في بعض المشاريع، بعض المشاريع بكل تأكيد أنها راح تأخذ يعني مدتها، ولكن نحن نعول على المفهوم هذا أنه يتم تعزيزه وتعميقه، بالتالي راح يكون إن شاء الله بعون الله تعالى نموذج يحتذى به في محافظات أخرى وكذلك في قطاعات أخرى. الفكرة رسم سياسات ووضع التوجهات، وعاد على الجهات المعنية القيام بأدوارها في التنفيذ. ننتقل إلى التجمع الاقتصادي الثاني. التجمع الاقتصادي المتكامل في شليم. هناك كثير من الصناعات التعدينية التي ستقوم إن شاء الله بعونه تعالى. ثروة معدنية هائلة جدا يعول عليها في تلك المنطقة، الجبس، الدولومايت، الحجر الجيري. متوفر يعني في شليم؟ نعم بشكل كبير جدا ولله الحمد. ولكن نحن نعول على أو حتى واحدة من السياسات اللي أخرجناها في البرنامج هي التركيز على القيمة المضافة من خلال وجود الشق السفلي لهذه الصناعات، بدل ما نصدر مادة خام ننشئ مصانع. نعم، وهذا ما تم التأكد منه في تحليل سلاسل القيمة، بحيث أنه وجدنا أنه
بعض كثير من المعادن في حال تم تصديرها بشكلها الخام وحين مقارنتها بما يعني بالعوائد وقيمة هذه المنتجات إن تم تصنيعها كمنتجات نهائية ثم منتجات أخرى ثم منتجات أخرى تقوم عليها، استطعنا يعني معرفة إنه هذه أو قيمة هذه المعادن تتضاعف إلى 10 أضعاف و20 ضعف أحيانا. صحيح. فبالتالي هناك قيمة يعني كبيرة جدا، قيام صناعات، قيام مصانع، يعني إيجاد فرص عمل، إيجاد فرص للخدمات وللأعمال. نعم. وقس على ذلك. ننتقل إلى التجمع الاقتصادي الثالث. نعم، هناك التجمع الاقتصادي لسلاسل التبريد في الدقم. سلاسل التبريد هي منظومة كاملة من الخدمات التي تحتاج إليها الكثير من الصناعات، وأخص بالذكر هنا اللحوم الحمراء، اللحوم البيضاء، المنتجات الغذائية، المنتجات الزراعية، وحتى المنتجات الصيدلانية. وتحققت فكرة التكامل بين هذه القطاعات وهذه التجمعات من خلال وجود منطقة نجد. نعم. فمن الممكن تحقيق تكامل، أنت ذكرت من واحدة من أدواركم في تنويع تحقيق التكامل بين هذه القطاعات والتجمعات. وحتى على مستوى التجمعات أستاذ راشد، نحن حرصنا أيضا أن التجمعات تخدم بعضها البعض. يعني المقصد هنا أيضا في التجمع الاقتصادي لسلاسل التبريد في الدقم، خلق منطقة جاذبة لهذه الصناعات. يعني أستطيع استقطاب الكثير من صناعة اللحوم الحمراء، كونها أيضا منطقة الدقم نحن نسعى لأنها تكون أيضا مركز إقليمي لسلاسل التبريد حقيقة في المنطقة، وهناك الكثير من المقومات تؤهلها للقيام بذلك، قربها من السواحل لشرق أفريقيا ومن السواحل الآسيوية وما إلى ذلك. ننتقل إلى التجمع الاقتصادي الرابع. نعم، صحار. لدينا في صحار التجمع الاقتصادي للألمنيوم، أو نود أن نربط الشق العلوي بالشق السفلي من خلال أيضا تعظيم العلاقات بينهم، مساعدة هذه الشركات القائمة حاليا والشركات التي إن شاء الله يعني نود استقطابها من النمو، وبالتالي تتحقق أو العوائد الاقتصادية الكبرى في ذلك المجال. أما التجمع الاقتصادي الخامس أستاذ راشد، هو التجمع الاقتصادي السياحي في محافظة الداخلية، وهنا يعني هذا التجمع حقيقة لديه نوع من الخصوصية، كون أنه فعلا هو يعني يركز على السياحة، ولكن نود نحن هنا خلق تجربة سائح متكاملة، وخلق كذلك أيضا فرص اقتصادية متعددة في محافظة الداخلية، كون محافظة الداخلية تتمتع بالكثير من الوجهات. صحيح. السياحية نود أيضا هذه الوجهات أن تخدم بعضها البعض، أن تتكامل مع بعضها البعض. نود كذلك أن تكون تجربة السائح ليست بسياحة اليوم الواحد أو النصف يوم، وإنما سياحة الأيام متعددة التي ستعزز الإنفاق السياحي في المحافظة. لكن المهندس، الملاحظ في التجمعات الاقتصادية الأربعة وجود مشروعات وطنية كبرى في النجد، في الدقم، في شليم، في صحار، لكن بالنسبة للتجمع الاقتصادي المتكامل في محافظة الداخلية ربما يحتاج إلى مشروعات وطنية كبرى، مشروعات حكومية أقصد. يعني ليس بالضبط أو ليس بالضرورة أستاذ راشد، وإنما نود نحن في البرنامج أيضا أن نعزز ما هي الممكنات وأيضا ما هي الخدمات التي بالإمكان أنها تعظم أو تسهل قيام هذه المشاريع السياحية، وحتى أيضا نمو المشاريع السياحية القائمة، قطاعات كالنقل واللوجستيات، قطاعات كقطاعات التصنيع، كقطاع الخدمات والبنى الأساسية وما إلى ذلك، الأمر الذي يؤدي إلى أيضا نمو هذه أو مساعدة هذه المشاريع القائمة حاليا والتي ستقوم بعولاتها. هل هناك نية للاتجاه إلى تجمعات اقتصادية أخرى أيضا؟ بكل تأكيد نعول على هذه التجمعات الاقتصادية أن تكون نواة لتجمعات اقتصادية أخرى قادمة، سواء كان في قطاعات أخرى أو حتى في محافظات. إن شاء الله نلتقي في لقاء قادم وتحققت الأهداف وخرجنا بالمخرجات من هذه التجمعات الاقتصادية وحديث عن تجمعات اقتصادية أخرى إن شاء الله. اللهم آمين. شكرا لك المهندس المعتصم. شكرا. كل الشكر لك. كلام عن المهندس المعتصم بن علي اليعقوبي، المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي تنويع. شكرا جزيلا لك. شكرا للاستضافة الكريمة. متواصلين معكم مشاهدينا بقية المحطات والمتابعات، نأخذكم في تقريرنا القادم للحديث حول النمر العربي وما يميزه عن النمر البري، وإلى أي درجة بيئتنا العمانية حاضنة لهذا النوع من أنواع النمور عبر التنوع البيئي والجيولوجي في سلطنة عمان.